مرحبا، أنا تاميلا سنان. اللي يعرفني أنا ألبس مناظر من فترات كلش طويلة، ما يقارب أكثر من 10 سنوات. طبعاً بحكم كوني مقدمة برامج وحتى بحياتي اليومية دائماً أواجه مشاكل لأنه أحط المناظر. اليوم قررت أسوي عملية تصحيح نظر. اليوم أنا موجودة بمستشفى ويستآي للعيون بأربيل، وراح أسوي عملية تصحيح نظر بأحدث تقنية موجودة واللي هي ريليكس سمايل. طبعاً كلش متحمسة والنتائج متأكدة حتكون 100%. مرحبا جميعا، أنا دكتور أرجان بويراز، أخصائي عمليات التصحيح النظر والماء الأبيض في مستشفى ويستآي في أربيل. اليوم من خلال الفحوصات التي أجريناها لآنسة تاميلا ظهرت بأن لديها قصر النظر والاستجماتيزم في عينيها، ولمعالجة هذه المشكلة سوف نجري لها عملية تصحيح النظر بأحدث تقنية التي تسمى بتقنية ريلاكس سمايل. ومن أهم خصائص هذه التقنية بدون جراحة أو بدون إزالة طبقة من سطح القرنية العين، بدون ألم أيضا، ولن يسبب أي مشاكل جفاف العين. تمنح المريض استعادة لحياته الطبيعية في نفس اليوم وبعد ساعات من إجراء العملية. نشكر آنسة تاميلا على اختيارها لمستشفى ويستآي. مرحبا، أنا اليوم جيت على مستشفى ويستآي والبارحة كانت عمليتي، واليوم جيت أسوي تشيك أب. طبعا نظري رجع منهزة طبيعي وقمت أشوف بدون مناظر. طبعا هاي اللحظة غيرت حياتي، أنا اليوم راح أبلش حياة جديدة بدون مناظر، بدون عدسات، وماكو أي ألم ولا أي شعور مزعج. كل الشكرا جزيلا لمستشفى ويستآي وللدكتور أزجان اللي هو بنفسه سوالي عملية ريلاكس سمايل، وهاي المناظر بعد ماكو.